ما بين ارتفاع تكاليف التشغيل والإجراءات الأمنية والعسكرية الجديدة التي بات عليهم أن يتأقلموا عليها، يجد الصيادون التقليديون في حضرموت أنفسهم بمثابة الخاسر الأكبر. حيث تقول جمعية الاصطياد السبكي بساحل حضرموت إن عمليات الصيد في مياه مدن الشحر والمكلا والمناطق المجاورة لها توقفت تماماً عقب دخول القوات الحكومية الشرعية والتحالف العربي وسيطرتها على الساحل وتحديدها لمناطق اصطياد بعيدة لدواعي أمنية، الأمر الذي انعكس سلباً على الصيادين. عند دخول القوات الشرعية إلى مدينة المكلا توقف عمل الصيادين بشكل عام داخل منطقة الشحر والمكلا والمناطق المجاورة لها. طبعاً هذا أثر علينا سلباً، وأثر أيضاً على المواطن بشكل خاص وعلى الصيادين أيضاً بشكل خاص. وكنوع من الاحتراز الأمني أقدم الاتحاد السمكي وبالتعاون مع الجهات الأمنية إلى استخراج بطائق تعريفية للصيادين على أمل أن تسهم تلك البطائق في تسهيل عملهم. وقامة الصيادين والاتحاد التعاوني والجمعيات جزاهم الله خير مشكورين، وأبذلوا جهود كثيرة حتى تحصلوا على هذه البطائق. ورغم فوق هذا كله منهم يحملوا البطائق ويطلعوا يطلبوا الله يعني في محلات حوالي المحلات المحددة حقهم حوالي 20 أو 15 ميل، يطلعوا فوق هذا وهذاك، يتعرضوا بعض الأحيان للمضايقات من قبل التحالف. ومع أن تزايد التواجد العسكري في مياه بحر العرب قد انعكس سلبا على الصيادين، إلا أن الجانب الإيجابي يقول مواطنون يكمن في أنه أسهم في الحد من عمليات الاصطياد غير الشرعية، الأمر الذي أدى إلى توفر كميات كبيرة من الأسماك في الأسواق وانخفاض أسعارها. وجود قوات التحالف في البحر العربي ساعدت على منع الاصطياد العشوائي وغير الشرعي، مما انعكس إيجابيا على الوضع في المكلا، مما وصل سعر الأسماك الثمن من الكيلو 1000 ريال إلى 500 ريال، وذلك في صالح المواطنين. وما بين الرغبة في توفير الأسماك بالسعر الأدنى للمواطنين وضمان الحصول على عائد جيد، يأمل الباحثون عن الرزق في البحر أن تعمل السلطات على توفير احتياجاتهم وتفعيل ضوابط الاصطياد البحري. قد لا تروق هذه الأوضاع للصيادين، إلا أنهم لا يجدون سبيلا سوى مواصلة الإبحار طلبا للرزق الذي قسمه الله لهم. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.